والله الواحد مش عارف ايه اللي بيحصل في اليوتيوب ده. ايه يعني اللي بيحصل في اليوتيوب يعني؟ هو انت يعني مش شايف ايه اللي بيحصل في اليوتيوب؟ شايف محمد خالد عمل ديستريك على احمد حسن، واحمد حسن عايز يرفع عليه قضيه هو وعيلته، قضيه سب وقصف، وفي حاجات كده غريبه بتحصل انا شايفها صراحه في الايام دي. يا عم انت مالك انت باحمد حسن والكلام ده؟ ما تخليك في محتواك بقى. ناقص بقى تطلع لي تعمل فيديو عليه بقى وتقعد تقول قضيه احمد حسن وكده عشان تجيب فيوز. يا عم مش قصة فيوز ولا حاجة، هي قصة الواحد لما يعني ليه بيحصل كده في اليوتيوب. الواحد بيزعل قوي لما بيشوف حاجة زي كده، ويعني انا مكنتش اتوقع ان هي توصل لقضايا. يا عم هي يا عم وصلت لقضايا، ايه بقى هتعمل ايه انت؟ والله انا كنت طالع بحاول احل المشكلة، المشكلة اللي يعني انا مش فاهم محمد خالد. في ناس بتقول بتشجع ده كويس جدا وبتقول ده حلو قوي وتمام وكله حلو، ودي طلع تلاتة ترند الديس تراك، واحمد حسن طبعا مش عاجبه الكلام ولا اي حد عاجبه الكلام. يعني انت كده هتحل المشكلة يعني، ولا طالع بتتكلم وبتهرف اي هري وخلاص؟ لا يا عم انا طالع اهد الدنيا كده، طالع يعني مش عايز حد يتخانق، مش عايز اليوتيوب المصري او العربي يبقى كده، يبقى نقعد نشتم في بعض ونهزق في بعض وكده، كل واحد في محتواه وعادي يعني. بس احمد حسن ماله يا حبيبي؟ احمد حسن ماله؟ ماله يا عم؟ مش ماله، هو بيعمل محتوى مش تمام صراحة يعني. هو كشخص ماليش دعوة بقى هو شخص طيب ولا شخص محترم ولا شخص قليل ادب، هو مدام عمل فيديو من الفيد يعني من ال يعني مدام عمل فيديو على اليوتيوب ده بيدل على سلوكه بقى في المجتمع، فاهمني؟ يا عم انت هتعمل لي فيها بقى ايه؟ متفلسف بقى وعلم نفس وعلم اجتماع والحوارات دي؟ يابا الكلام ده مش علينا. يا عم علم نفس وعلم اجتماع ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا بتكلم عن حاجة تانية. يعني ليه اليوتيوب يبقى كده؟ ليه احمد حسن بيعمل كده؟ يعني جو مش حلو وفيه اطفال عنده بيشاهدوه وبيكتب عناوين مش تمام. يعني من حق محمد خالد ان يقول عليه الكلام ده صراحة، وانا بسقف اهو لمحمد خالد وبقول له تمام محمد خالد اللي انت عملته تمام والله. يا عم انا من مشجعين احمد حسن ومن متابعينه جدا، وبقول لك طز في محمد خالد، وانا ما بحبش محمد خالد وبقول يا رب يتحبس. احسن حاجة عملها اللي هو اخو احمد حسن، والله احسن حاجة عملها اللي هو هيتحبس. احسن يا محمد خالد تستاهل. هي دي بقى المشكلة. ليه يعني ده؟ اعتبر محمد خالد ده اخوك، عارف اللي هو شتم واهان جامد، بس يعني هما صراحه يستاهلوا. شوف هما بيعملوا ايه وكل الناس بتقول كده، يعني مش لوحده، عشان بس الديس تراك جاب 1,000,000 مشاهده وخلاص علي وبقى في الترندات، خلاص بقى لازم نرفع عليه قضيه وهنعمل حوارات. يا عم سيبك انت من الكلام ده، انت عايز تدخل في اي حوار وخلاص. انا اصلا بحب احمد حسن وزينب والعيله دي، انا اصلا بعشقها وعامل لهم كلهم سبسكرايب، واي فيديو محمد خالد بينزله بعمل عليه ديسلايك عشان محمد خالد اصلا ما بيعجبنيش. وقت كده فرفور مش تمام. طب وانت مش فاهم ان الناس الحقوده دي، انت ليه بتحقد على الناس؟ ليه بتحقد على الناس اللي هم محمد خالد باللي هو عمله ده يخلي الناس تتحول فكرها اللي هو شخص مش حلو وممكن تجيله سبسكرايب كتير وممكن الديسلايكات عنده تزيد او مثلا شعبيته وجمهوره يقلوا يعني. يا عم اصلا الغلط من محمد خالد، اصلا الغلط مش من احمد حسن. هو بص انت بقى بتقول غلط من محمد خالد، الغلط اصلا بدا من احمد حسن. احمد حسن اولا بيعمل يعني ناس كتير قوي، من اول ما هو طلع ناس كتير قوي بتشتمه وبتعمل عليه فيديوهات رياكت، ليه ما رفعش عليهم قواضي؟ وناس بتشتمه على فكره، بس ممكن مثلا يعني هو اكيد ما بيشوفش مثلا فيديوهات، ولا هو ايه؟ عشان فيديوهات ما بتطلعش ترند زي الديس تراك ولا ايه؟ عم بقى انا عادي يا عم. بص ما تطلعش بره الحوار بقى وتقعد تعمل لي مش فاهم بتقول ايه. خليك مع الصح يعني، ما تقعدش تحور كده، خليك مع الصح وما تقعدش تقول اي حاجه. محمد خالد يعتبر عامل الصح. في ناس بتقول لا محمد خالد ما عملش الصح. لا محمد خالد عمل الصح، بس هي المشكله في محمد، في احمد حسن. احمد حسن بيفكر ان هو يرفع قضيه عليه، فدي تبقى مشكله كبيره قوي. وبيقول لازم الناس تعتذر، يعني الناس اللي هم محمد خالد ومعرفش بقى مصطفى النسر يبقى معاهم ولا، عشان هو يعتبر مغني نص الاغنيه. فانا ما اعرفش صراحه ايه اللي يحصل. يا عم خلاص بقى يا عم، فضها سيره بقى من الموضوع ده. يا عم بص انا هقول لك كلمه واحده بس،
انا مش ولا تبع احمد حسن ولا تبع محمد خالد قوي، بس انا لما جيت طلعت على اليوتيوب لقيت ناس كتير بتشتم في احمد حسن، فواحده واحده انا لقيت صراحه فيديوهاته مش تمام، وانا عامل له سبسكرايب ولا عامل له اي حاجه ولا متابعه اصلا. هم الناس اللي هم اليوتيوبر اللي انا بتابعهم هم دول اللي بلاقيهم يطلعوا يعملوا رياكت عليه، فبدخل اشوف فيديوهاته وايه الفيديو اللي هو عمله ده. فعشان كده اخو احمد حسن بيحذر بيقول لو انتوا لو محمد خالد صاحب الاغنيه ما طلعش وقال اعتذر يعني وقال انا اسف والحوار ده وكده، بيقول لك اللي هو هيرفع قضيه عليه وهم مصممين. فالحوار ده لو بجد يعني بصراحه هتبقى صعبه قوي. مشكله جديده ظهرت لنا في اليوتيوب، وهي مشكله الديس تراك، اللي كل واحد او كل يوتيوبر مش عاجبه اليوتيوبر التاني او متغاظ منه فيطلع يعمل عليه ديس تراك، ولما اليوتيوبر اللي هو اتعمل عليه ديس تراك يجي يسمع الديس تراك بتاعه اللي اتعمل فيه، يعني اكيد طبعا هيزعل. والديس تراك ده معمول اللي هو ايه، قذف جبهه واللي هو شتايم ايه وكده، ما هو ده الديس تراك. فبصراحة انا شايف الموضوع ده موضوع زط بزيادة قوي 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 بصراحة. وانا بقول ان الامريكان يعني بره في امريكا ده بيعمل دس على ده، ده بيعمل دس على ده، لكن عمرها ما وصلت لقواضي ومحاكم، يعني ده في الاول وفي الاخر ده يوتيوب. فبصراحة اللي بيحصل ده انا مش عاجبني خالص، مش عاجبني خالص اللي بيحصل ده. وانا كان نفسي اطلع اعمل فيديو على الكلام على اللي بيحصل ده، انا عملت فيديوهين او فيديو مش فاكر، بس كنت لازم اطلع اقول واوجه للناس ليه بيحصل كده. وانا كنت طلعت في فيديو وقلت اللي مش عايزين اليوتيوب المصري يبقى كده، عايزين كلنا نبقى مع بعض، ده يحتاج حاجه نعمل محتوى مع بعض، نعمل اغنيه اما هادفه يا اما مش لازم هادفه يا عم، او اعمل ميوزك فيديو عادي، لكن ما تعملش بعد كده ديستراك. هي المشكله بقى في حوار القواضي، وناويين واضح كده ان هم هيعملوا كده. بس انا اوجه اخر حاجه هقولها، اللي محمد خالد يعني خلي باله من نفسه اكتر من كده شويه ويشوف هيعمل ايه. ما يعني لسه المشكله اصلا شغاله وما نعرفش والله ايه اللي هيحصل. فبس كده مش عارف اقول حاجه تاني صراحه. لو الموقف ده كان معايا، انا من النوع اللي ما بحبش اعمل ديستراك على حد، ولا احب اعمل الحوارات دي عشان الفيوز والمشاهدات. كده الفيديو خلص، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتفعل الجرس عشان يجيلك الفيديوهات الجديده. و عايزين هاشتاج يا جماعه تحت، احط لكم في اول كومنت هاشتاج كلنا مع محمد خالد، او كلنا محمد خالد، تمام؟ عشان محمد خالد ما ينفعش الحوار اللي حصل ده. محمد خالد يعني من الشخصيات اللي هو يا محمد خالد قدي اصلا في جامعه قدي. فان شاء الله كلنا عايزين ندعمه بالهاشتاج ده، كلنا مع محمد خالد او كلنا محمد خالد. وبس كده الفيديو خلص، كان معكم A B Video. سلام.